وهذه الحلقة تأتي ونحن نتفيأ ظلال الأيام العشر التي تهب فيها رياح الجنة، أفضل أيام العام، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيام قصيرة لا تحتمل التقصير، أيام معدودات ينبغي أن تستثمر في الصالح من القول والعمل. إن الأيام خزائن للأعمال، وإن القبر صندوق العمل. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم العاقبة في الأمور كلها، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، نسميها عشر الأضحى. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأعظم ما نستقبل به هذه الأيام العشر التوبة الصادقة الخالصة النصوح، توبة من جميع الذنوب والمعاصي، والتوبة تجب ما قبلها، إصلاحا للماضي بالندم، إصلاحا للحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاحا للمستقبل بالعزم على عدم العودة إلى الذنوب مرة أخرى، وردا للمظالم والحقوق إلى أصحابها. إن حقوق العباد فيما بينهم ديوان لا يتركه الله أبدا، القصاص لا محالة. الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم، القصاص لا محالة. ويوم القيامة يقول رب العزة جل جلاله: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. الأداء أو الإبراء أو النار. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. أو يعفو الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الليالي العشر هي التي أقسم الله بها في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر، يوم العيد، والليالي العشر الأيام العشر الأول من ذي الحجة. بارك الله فيكم. الحافظ ابن حجر بيقول: ما وجه اختصاص هذه الأيام بهذه الفضيلة العظمى؟ قد ربما لاجتماع أمهات العبادات الكبرى فيها: الصلاة والصيام والصدقة والحج. يعني أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين اجتمعت في هذه الأيام العشر بما لا تجتمع به في أيام مثلها. حتى لما قارنوا بينها وبين أيام رمضان العشر الأوائل أو العشر الأواخر، قالوا: لا تزال هذه الأيام العشر أفضل من العشر من رمضان. إيه الأوائل والأواخر؟ إن قارنت أياما بأيام، أما إن قارنت ليالي بليالي، فليالي العشر الأواخر من رمضان أعظم، لأن فيها ليلة القدر. وأيام العشر الأول من الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة، وهو أعظم يوم طلعت فيه الشمس. أحبتي في الله، وإذا كانت الملائكة ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فإن الله جل جلاله ينزل ويتجلى للحجيج يوم عرفة. الله جل جلاله وليس ملائكة لكي يواهي بالحجيج ملائكته: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضعين، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي إنابتنا إلى الله نظل بين الخوف والرجاء، نخاف ذنوبنا ونرجو رحمة ربنا. يقول: الحب والخوف والرجاء منازل لا بد أن يسلكها القلب في سيره إلى الله جل جلاله.
الخوف، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، فلا تخشوا الناس واخشوني وإياي فارهبون. عبودية الخوف عبودية جليلة. طبعا في خوف جبلي فطري ملوش علاقة بهذه، الخوف من ثعبان، من حجم مفترسة كذا، هذا خوف جبلي فطري لا علاقة له بأصل يعني الإيمان، ربما ولا بكمالاته في بعض الأحوال. لقد نسب إلى أنبياء الله، ففررت منكم لما خفتكم، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال ربنا إننا نخاف أن يفوت علينا أو أن يطغى. فأوجس بنفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أخفت في الله ولم يخف أحد، وأوذيت في الله ولم يؤذ أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. عبودية الخوف، لكن الخوف ينبغي ألا يبلغ بصاحبه مبلغ القنوط واليأس من روح الله عز وجل. لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. دائما يعني عالج زيادة الخوف بجرعة من الرجاء. يخاف يدعوننا خوفا وطمعا، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وفي مطلع سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول. لاحظ شديد العقاب وعيد، وقبلها وعدان، غافر الذنب وقابل التوب، وبعدها للطول. يعني ثلاثة من الوعد وبينهما وعيد واحد. فالله جل وعلا سبقت رحمته غضبه، غلبت رحمته غضبه جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم يرجي أصحابه في رحمة ربي فيقول لهم جاء له بسبه، جت امرأة عندها زيغة وتتفقد في السب لحد ما مرت طفل رضيع، التقطته وألصقته ببطنها ثم أرضعته، بدأت ترضع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أترون هذه ملقية بولدها في النار، دي تقدر أو يعني تستطيع أن تلقي بولدها في النار؟ قال لا والله، وهي لا تقدر على وهي تقدر على ألا تفعل. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمل. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. التوبة رقم 2، الذكر خاصة التهليل والتحميد والتكبير من السنن المهجورة والمضاعة في هذه الأيام. التكبير المطلق بيبدأ من 1 ذي الحجة إلى 13 ذي الحجة، والتكبير المقيد يعني 5 أيام فقط، يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام من تشريق. يعني التكبير 13 يوم، التكبير المطلق في 13 يوم، التكبير المقيد في 5 أيام فقط يبدأ من فجر عرفة في أدبار الصلوات إلى عصر أيام آخر أيام التشريق. وإن من أحيا سنة وقد أميتت فإن الله جل وعلا يكتب له أجر كل من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أحبتي في الله، وأفضل الذكر الذكر المأثور، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
يأتي أيضا الحديث عن الأضحية في هذه الأيام. فصلي لربك وانحر. أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. فمن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين، ومن ذبح قبلها فليس من النسك في شيء، إنما هو لحم قدمه لأهله. وبالمناسبة تقسيم الأضحية إلى أثلاث ليس ضربة لازم، ليست فريضة محتومة، الأمر في ذلك واسع. فالقول بأن عليه أن يأكل ثلثها وأن يهدي ثلثها وأن يصدق بثلثها هذا على سبيل الندب والإرشاد وليس على سبيل الإيجاب. الأمر في ذلك واسع، يوزعها أثلاثا، يوزعها أرباعا، يوزعها كلها للفقراء والمساكين في منطقة مأزومة ومنكوبة فآثرهم يعني على نفسه، أو يوزع ما تيسر ولو كان قليلا. لكن أهل العلم يقولون يجب التصدق بشيء من الأضحية، لو كانها كلها لوحده يبقى يبقى أن عليه يضمن للفقراء ما يصدق عليه اسم اللحم إن شاء الله نص كيلو، يعني أي قدر بحيث يصدق عليه أنه قد تصدق من أضحيته، لأن الله جل وعلا يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع الذي المتعفف الذي لا يسأل الناس، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. المعتر المتسول الذي يمد يده ويتكفف الناس. فهؤلاء لهم حق في الهدي، وإن كان الحديث أو الآية واردة في الهدي إلا أن الهدي والأضحية بابهما واحد ومخرجهما واحد. بارك الله فيكم. يعني بالمناسبة واحد بعت لي سؤال، اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين.